مقضي ومصيف. بيب 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 شوفوا على ريف. بيب 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 يا مقضي ومصيف. بيب 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 شوفوا على ريف. حال الدنيا حال عجيب فيها المقضي والمصيف. العمل الصالح كل يعشق ريحة الطيب. كل يهوى العمل الصالح كل يعشق ريحة الطيب. طيب 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 بيب 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 يا مقضي ومصيف. بيب 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 شوفوا على ريف. بيب 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 يا مقضي ومصيف. بيب 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 شوفوا على ريف. اللي وده يصلح نفسه لابد ما يلقى الطبيب. أول حاجة يبدأ بعمره يدور على العذري. بيب 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 يا مقضي ومصيف. بيب 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 شوفوا على ريف. بيب 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 يا مقضي ومصيف. بيب 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 شوفوا على ريف. دور في أهلك في ربعك دور على العذري. واللي يلقاها ويمحاها حتما من على الحيطيب. بيب 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 يا مقضي ومصيف. بيب 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 شوفوا على ريف. بيب 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 يا مقضي ومصيف. بيب 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 شوفوا على ريف. اذكر ربك حنن قلبك خله ابيض كالحليب. وان جاك شرك من نفسك مكتوب ولازم لازم يصيب. بيب 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 يا مقضي ومصيف. بيب 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 شوفوا على ريف. بيب 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 يا مقضي ومصيف. بيب 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 شوفوا على ريف. شوف يا ابوي الله يرضى عليك. نعم. انا قلت الولد عشان المواصير. ايوه بلاستيك. نعم. بس نبغى حاجه ثانيه الله يرضى عليك. 25 فوع بلاستيك بوصه ونص. نعم. ونبغى 18 شد وصل بوصه ونص. بوصه ونص بعد. وهذا حق التيب ذا بده يشوف. التفلون سبع تيب. التفلون الابيض هذا. ابيض. سته كمان الله يرضى عليك. ابشر ابشر. وعاد راعونا بالسعر. ابشر ولا يهمك. انا انت من بديت عمر ما اخذ الا من عندك. محل محلك مره ما يحتاج. الله يسلمك. ابشر ابشر نحن حاضرين. الله يسلمك شكرا. اي تمر نحن تحترمنا. الله يسلمك شكرا. ابشر ابشر. اسمع خل مواصل الكهرباء ولا فياش ارجع لها انا بعد العصر بالضبط برجع لكم الله يرضى عليك شكرا.
بابو بابو تعال تعال نزل هالمواصير عطها السباك غثنا. أعوذ بالله كل يوم ثلاث أربعة خمس ما أدري وين يوديه. ويقولوا لا هم إلا هم العرس ولا وجه إلا وجه الضرس. لا والله إلا لا هم ولا غثى ولا شقى يصيب الإنسان إلا البنيان. إيه الله يقرب له اللي شار عليه بس. يا بابو تعال أعلم عليك تشتغل عندي وأنت من حاشة من كفيلك وجع. السلام عليكم. عليكم السلام. نزلها أصقها أنت. عطى السباك. ايه الله يعينه. اربع اطفال كل واحد يوديه المدرسه ويعمر بيت. وين تبي تاخذ وين وين؟ الله يعينك ابراهيم الله يعينك. السلام عليكم. انا صباح الخير ابراهيم. يا الله. الو ما حد رد علي. ليش؟ لاني انا اللي متصل بك. الحمد لله. انت اللي متصل بي وتواجد قدامي الحين. اي مو انا اتصلت عليك من مكتبي قلت يمكن يمكن انك فيه مطنشني بصراحه وما تبي ترد علي مره. الحمد لله جيت عاد تبي ارد عليك يعني. بشر صبيت الدور الاول ولا؟ بالله يا بشر انت الحين مالك شغل الا انا بس. هالحين من شاب قايل لك فكينا خشب الدور الثاني. بعدين اذا كنت انت مهتم بهالبيت اللي قاعد ابنيه مر وانت جاي صباحا وشوف. ثم سؤال بالله انت وش حارق رزقك؟ صبينا ولا فكينا؟ لا الحقيقه الحين رزقي ما احترق تو ما احترق، لكن الحقيقه انا احب اني ارصد التطورات والاوضاع لغرض خاص في نفسي. الحمد لله. على العموم الحمد لله خلصنا العظم. ما شاء الله العظم وباقي اللحم. الحمد لله. سؤال اخوي ابراهيم في سؤال مهني تخصصي. كم تبلغ نسبه تكلفه العظم بالنسبه للتكلفه الكليه؟ احب اعرف. يا مشعل يا عزيزي الله يرضى عليك ترى خلقتني بالأسئلة اللي ما لها نزول. يا عزيزي إذا خلصت بإذن الله علمتك بكل شيء. زين أقول بسامي سؤال مهني تخصصي. هل صحيح اللي الناس يقولونه إن العمار غربلة؟ يا أخوي اعمل وتعرف. سؤال مهني آخر أقول بسامي. أنا اللي ودي أقول هالمرة يا مشعل الله يرضى عليك يا أخوي أنت ما وراك شغل. أنت عطلتني عن شغلي وانت ترك شغلك يا اخوي رح الله يرضى عليك. اذا خلص الدوام تعال احك على كيفك. شو يعني عارفك انا اكيد اذا جيت بعقب الدوام بتقول لي الحمد لله ترى صدقتني يا مش عارف فكني يا مش عارف خلصني الحمد لله ما عارفك. الحمد لله يا اخوي اقل مر علي في الموقع. اي موقع؟ الحمد لله في البيت يا اخي. ايه رهيب بس بتروح لفيلتك اللي تعمر بعد العصر شلون تبيني امر لك البيت وانت غير موجود؟ ها الحمد لله. تدري عاد يا مشعل والله صراحه ما ادري بس ودي ادري شلون ادري ما ادري. الحمد لله يا رجال صدقني بنلقى ارخص. اي شوف مكتب هالسفر مسوي نظام حلو. اي والله يقول اذا انت تشتري 10 تذاكر يعطونك واحده ببلاش. عاد اقول اي خير ها ايه نجمع لنا مجموعه من الشباب هل يحبون هالسفر ونجمع لنا 10 منهم ونروح نشتري تذاكر. ايه اللي ببلاش تصير لي عشان اقدر اروح معكم. حبيبي والله انا فلست والله لو عندك قروش كان سافرت وياكم. والله انا اللي اجمع من رويتبي الله يشتري 3 تذاكر في السنه اضافه للمصروفات نظام التقشف. ايه طيب اشتروا لي انتم تذكره ولا نفذوا الفكره اللي قلت لكم عليها. حبيبي والله ما اقدر صدقني ما اقدر اسافر معكم. ايه على كل حال اذا شفتك تفهمنا. ايه بنتفاهم اذا شفتك. اقول لا تنسى تجيب لي البنطلون البنفسجي. ايه ابو كرهات صفر. ايه الله يسلمك. والشورت الجينز مقطع. هذا اهم حاجه. الله يسلمك. خلاص اجل نلتقي الليله. اقول الليله العشاء على من؟ اي اشواء احسب عند ابو صباح. يا اخوي ذبحنا هذه ابو صباح ذبحنا كلها جبن وزيتون وبطاطا. خلاص اشوفك الليله الله يسلمك. هلا والله مع السلامه. امان الله.
تغديني جبنة وزيتوني وتعشيني بطاطا. أقول فيه ريحة سفرة اليومين. والله أخوي مشعل هو يعني مجرد تأكيد. كيف تستحين؟ بتبعاقل يا أخي للحين. لا ليش؟ شو ليش؟ أقول أخوي مشعل يبقى هذا السفر سفر يبقى وناسة بعدين عمر طويل. خلني أقضي أول عمري بهالسفر وهالوناسة وآخر العمر بصير عاجل. يحيى أنت مضيع فلوسك ورويتك ودراهمك بس في النطنطة والجنبزة والسفر، ما تستحي؟ هذا سفر سفر أخوي مشعل، سفر هو الوناسة. أيوه والزفل. ها زفل أمره وناسة قلبي. يا قلبي يا الله. بعدين أخوي مشعل تعرف ايش معنى كلمة وناسة؟ عارف عارف عارف. بس أخوي يحيى تعرف ان السفر وكثرته بدون سباب وبدون اي مبررات له عواقب وخيمه. شنو وخيمه؟ شنو وخيمه يبان شايف لا لا ركبت الطياره ما لي بربط الحزام. المشكله مو وانت راكب الطياره، وانت راكب الطياره مربط عدل. المشكله اذا نزلت من الطياره هفلت. اقول اخوي مشعل تدري يا اخوي مشعل؟ والله انا ما ادري بس ودي ادري ليش ما ادري. الحمد لله صدقك خبر. شوف يا يا اي والله انا ما ادري بس ودي ادري ليش ما ادري. سام اقول عادي يا ابو عادل البيت تعرف عظمه وانا على الحديد الله يطول عمرك. ايش تبي نسوي الله يحيي؟ عاد انا اقول الله يسلمك ان شاء الله ويجعلك ذخرا لنا ولا يخلي منك ان شاء الله طرفهم. سام ادخل الموضوع. ابشر. انا اقول جاي عمرك طويل يا ابو عادل شلون ادخل في الموضوع بدون هالمقدمات اللي ان شاء الله يمكن تحنن قلبك على هنا. سام زين انا الحقيقه ابي سلف 50 ووعد مني يا ابو عادل اول ما تجي دفعه الصندوق اسددها لك. شي 50 الله يهديك طهون عمرك 50,000 الله يحييك. ها هذا من غير ألف ورقة فئة 500 ريال وأقول لك من الشاكرين وما على شاكلتها من العبارات هذه. ألو ألو وعادل ألو الحمد لله. أنا أسلفك؟ إيه وليش أسلفك؟ اللي محتاج للسلف وما هي الحاجة الملحة للسلف؟ أبي أسافر. يحيى توك جاي من السفر مالك شهرين اسع على نفسك اسع. أوف مشعل هذا أنت قلتها حبيبي. اجلس استريح استريح. أنت قلت شهرين والله أربعة أشهر يعني أربعة أشهر ما سافرت. أي في شيء قاصر؟ لا 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 أنا أقصد إنه صار لي الحين 120 يوم. أي اكيد لا لا اكيد في لا لا صدقني ما في شيء ما في شيء ما في شيء يعني اقصد انا انه صار لي 2880 ساعه. اي مربح؟ لا 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 اكيد المكتب في عقارب في عقارب. بسم الله. لا لا انا اقصد انه يعني صار لي انا الحين 172800 ثانيه. اي بسم الله. لا اكيد حيه في حيه. لا 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 في حيه. شنو حيه؟ ما في حيه ما في حيه ولا عقرب ولا لا 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 انا اقصد انه اكثر من 10 ملايين ثانيه. اي اسمع شوف يحيى لو تضمر فوق العمارة وتقط نفسك صحيح وتقول اي 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 ما سلفتك ولا قرش كستح ارحم نفسك ارفق روحك يا رجل. اي قف اسمع اخوي مشعل تبي تسلفني فكل اذانا صاغية لسماع توجيهاتك ونصائحك. ما تبي تسلفني اي اوف انا اي يا رب يا رب ارحم بالرجال تراه صحيح اي خبل. ما ادري بس ودي ادري ليش ما ادري. اي بسم الله. ايوه
علي أن التكلفة الإجمالية للمنزل في حدود 600,000. طيب المهم أنه نصفها صندوق وست ساعة موجود وباقيها مفقود. من اللي بيسلفني 200,000؟ أبو عادل ممكن الواحد يضغط عليه وياخذ منه 50,000 عدا ونقدا أو حتى شيك مصدق، مش مهم. طيب يبقى 150,000. أنت شكل المرة ونبيعها بعض ذهبانها اللي جبتها لنا وبضاعتنا ردت علينا. باقي 100,000. من أين آتي بك أيتها المئة؟ من وين؟ 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 ما في له، ما في له. هو فعلا اللي يصرها لا صرف ولا شيء. ما في له. أيوة. لا ولد ولا تلد. مفروض يعطينا. طبعا مفروض يعطينا. شو اللي يصرها يعني؟ يعطينا على شكل قروض أو إن شاء الله حتى دفعت بلا. أنا بتحمل ثقل دمه إلين يعطيني إياها. تحمل تحمل يا أبو سامي، تحمل تحمل. خلاص مبروك يا أبو سامي، منزل مبارك. مجالس كم؟ مجلسين سلمك الله. لا لا لا. أنا مو قصدي العدد. لا لا، أنا قصدي يعني المساحة كم هي؟ إيه المساحة واحد سلمك الله كبير بالمرة، 5×6، والثاني صغير بالمرة 5×5. 5×5 زين. هذا الصغير 5×5 يشيل كم؟ والله حسب اللي تحط فيه، تقدر تحط طقمين وأباجورات وورود، وتقدر ما تحط. ما حط كنبات يعني؟ لا لا، أباجورات وورود قصدي. ها ها. أخوي إبراهيم تدري ليش أنا كثير الأسئلة؟ لا والله ما أدري، ودي أعرف ليش ما أدري. الحقيقة حتى الزملاء في المكتب يتضايقون مني من كثرة أسئلتي، لكن في الواقع أنا ودي أعرف. وش تبي تعرف يا أخي؟ أبي أعرف أيهما أفضل، إنك تبني بيتك بنفسك ولا تسلمه مقاول تسليم ميدالية؟ وشلون يعني تسليم ميدالية؟ قصدي ميدالية فيها مفتاح، أو إنك تشتري لك بيت معمور وجاهز، أو تستأجر وتستثمر بقية مواردك المالية في موقع استثماري آخر يعود إليك بعائد مادي أفضل. أو لا 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 لا، الأفضل يا أخ مشعل أن تستأجر وأن تستثمر الأموال الموجودة لديك لفك الاختناقات. الاختناقات المرورية طبعا. لا لا، الاختناقات التي وقع فيها بعض زملائك من جراء إقدامهم على العمران وليس لديهم موارد كافية. الله يا إبراهيم، صراحة كلامك كبير جدا جدا، أنا ماني فاهم. اسمع أي. بالعربي أي. استأجر وسلفني. سلفك ليش؟ علشان أسكن وأنا وأنت برضو. ليش؟ لأن أخوك بصراحة على الحديدة. أخوي ماجد؟ والله شيء عجيب. يعني أنا الحين أتعب وأجمع وأشقى وأعرق عشان أكون نفسي صح، وذولا حاسبينها فائض اكتتاب ولازم يرجع لهم. والله العظيم شغلة عجيبة. طيب أنا مسؤول عن تكوين نفسي بس، إنما ماني مسؤول عن تكوين الآخرين. شغلة شغلة. منتهى الأنانية والغرور. الصديد وقت الضيج يحيى، وقت الضيج مثل ما تقول لو انت لاقي تاكل ولا تشرب او لا سمح الله ابتليت بلوى مستعدين. يعني اذا ابتليت بلوى مستعد انك توقف معي صح؟ يحيى لا تفاول علينا ولا على نفسك، الله يبعد عنك وعني وعن المسلمين جميعا كل البلاوي يا رجل. اخوي مشعل بتوقف معي ولا لا؟ بس لو تبي اوقف واجلس معك بعد. خلاص خلاص يا حبيبي، انا الله بلاني بالسفر، اوقف معي يا اخي. الحين ما وقفت مع اللي عمرو يبني، اوقف مع اللي دمر. تدري يا مشعل
لا المرة ذي ما بيدري خلاص هو أنت. مشعل. لا لا هو. مشعل أرجوك المرة هذه الوحيدة اللي بك تدري فيها. تدري يا مشعل؟ يا ثقل طين تقلقها. ماشي. أنا صحيح طينتي ثقيلة لأنها زراعية. ابذر تنبت تحصد. لكن أنت اللي كخة أي و أي ما أدري. يا أخوي أعوذ بالله أنتم اليومين صايرين مثل الشريطية. كل ما أقول واحد يسلفني يقول اشتري سيارة وبعد. نعم؟ يا أخوي شوفوا لنا حل غير هذا. أنا معك يا عزيزي، أنا ممكن أشتري وأبيع معك، بس من وين أسدد؟ كيف؟ لا 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 مو بنتم أنتم مقدور عليكم إذا شرحت الظروف لكم كل سنتين مرة، ما اختلفنا. لكن ذولا ذولا مصايب مية مرة مثل فاتورة الكهرباء، يا تدفع يا نقطع. ها؟ إيه لا ذولا قطع عمري روح يا أخي. كيف؟ طيب أنا اسمع أنا ممكن أتساعد معك، ممكن أساعدك على الموضوع. أنا أقول لك شوف يا عزيز، ممكن تشتري سيارة أنت وتقسطها أنت. إيه تشتريها لي أنا وتقسطها أنت. بالشكل ذا يا عزيز تكون أنت حليت مشكلتي بالتقسيط والله. كيف؟ لا يا أخي طريقة التهرب هذه بصراحة ما تعجبني. شوف ما في حل إلا أنك تسلفني. ثانك يو كهيل. الو هلا هلا خالد، وش الاخبار؟ ها خالد، انا قلت لك اكثر من مره ما اقدر اسافر وياكم. طيب انا وش تبين اسوي يا اخوي؟ عندي واحد في هالمكتب لزقه اعوذ بالله، انا افترشت فيه، عنده دراهم ولا عنده نظر. مشكلته عنده موقف عدواني من سفر الشباب، حقود جز اعوذ بالله. لا لا وش يقول؟ يقول احنا نسافر عشان نسوي خرابيط. بالله احنا نسافر عشان نسوي خرابيط. ايه ها لا يسمعك ما ها. المهم ايش رايك انت ايش رايك ها يا اخوي؟ قلبتم راسي، انا لازم اسافر وياكم. ان ما سافرت وياكم يجيني اكتئاب. تكفى قل للزملاء يتصرفون. ها ايه يتصرفون قبل لا يجيني اكتئاب يا اخوي. دراهم ماكو، تذكره ماكو، التذكره ماكو. اي بس خوي نشد بالظهر بجروبه والله. ها اي يعجبك طال عمرك في السفر. طيب خالد، مو انت تشتغل في البنك؟ طيب ليش ما تخلي البنك يسوون من ضمن الصناديق الاستثماريه صندوق؟ اي شو يسمونه صندوق الشباب للوناسه وللزفن. تفضل يا مطر. الله لا يهينك. اسمع قفل الباب، ما نبي حد يدخل. هاي يا مطر، وش قلت فيه؟ ايش اشتري سياره باسمك واكفلك انا؟ لا حبيبي، ايش السياره وانا اكفلك؟ يا مطر انا بشتري فعلا، بس مو بالحين. متى تشتري؟ يعني اذا طلعت الموديلات الجديده. وش دخل الموديلات الجديده؟ انت بتبيع ولا بتسوق؟ لا طبعا ببيع، انا وشو اسوق؟ طيب خلاص ما عليك الموديلات الجديده يا اخوي، ان شاء الله 4x4 ولا انترناش ولا جني بعد. هذه سيارات شباب ذي؟ يا ابن حلال ما عليك منها، انت تبي دراهم لازم تشتري موتر. ما فهمت علي، الله ما فهمت قصدي. لا ابيك انت اللي تشتريها. اها لا حبيبي يرحم والدينك، اللي فيني كافيني، تقول لك تاجر يقفلك ولا غرست يدفك شوي. مطر تدري وش اسوأ شيء في ادارتنا ذي؟ ابي طعمك. أدري طال عمرك إن أسوأ شيء في إدارتنا هالموظفين اللي بالخير، يعني طال عمرك الواحد بس ينفع فتين كيس العقال ورزه، ولو بقيت من السنة في ريال قال يا ريت وتجمع. أنا أول عالم بستقيم من الإدارة وأشتغل في بنك.
ها تبي تصير حول الدراهم ها؟ نعم نعم اي والله. يا ابن الحلال احمد ربك اللي منت موظف في بنك. يا اخوي انا ودي اشوف الدراهم، ودي اشوفها بس. يا رجل ما في اشياء من شهر الدراهم وسعابينك تقاطر عليها طال عمرك، تقول انك ورعن جايع مقابل راعي شاورما. ايه على العموم مشكور، تقدر تروح تشوف شغلك بس. طال عمرك انا جاي اقول لك على موضوع ان يحيى طال عمرك مقدم اجازه. ودي اذا جاتكم الاجازه ترفضونها. ليش؟ طال عمرك كل يوم هو الثاني هو مسافر، وبعد ناوي يجي وحب خشوم وحكي فاضي، وانا صراحه ما عاد اثق فيه ولا في سفرات. الا يا مطر تظن اقدر اشتري سياره باسم يحيى؟ لو تشري سيف طال عمرك باسم يحيى وجاك اول قصد وما سددته جو ولقطوك على الباك طال عمرك. الباقي حتى يحيى؟ سفر احلى جمله واحلى كلمه سفر. تعرف انه السفر فيه سبع فوائد، من ضمنها ها من ضمن هذا السفر اللي هي الوناسه عاشوا عاشوا والزفل اولا اول اي نعم اي 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 صدق صدقكم شفناها عرفنا فحواها